اتكلمنا مع حضراتكم عن إقالة بنيامين نتنياهو لاثنين من أهم الوزراء في حكومته. الوزيرين وتابع القرار ده بعد كده اتفاق جميع الأحزاب الإسرائيلية على حل الكنيسة واللجوء لانتخابات مبكرة في 17 مارس اللي جاي. النهاردة في متابعتنا لأحداث الشأن الإسرائيلي كان أحد العناوين في جريدة الحياة: نتنياهو بيحول الانتخابات إلى استفتاء عام على شخصه. قالت الحياة على لسان بنيامين نتنياهو إن الانتخابات اللي جاية هتدور على أو يعني هتكون حول سؤال واحد بس، هو من يقود الدولة ويواجه التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية. وكأن الانتخابات اللي جاية في إسرائيل هتكون بمثابة استفتاء عام على شخص نتنياهو، على الرغم من أن الانتخابات رئاسة الحكومة الإسرائيلية مش مباشرة، إنما للأحزاب اللي يفوز زعيم أكبرها عادة بمهمة رئاسة الحكومة. كتير من اللي بيعلقوا على المعلقين السياسيين حذروا من أن الحكومة الجديدة في حالة فوز نتنياهو هتزيد من موازنة الأمن وهتعزز الاستيطان في أنحاء الضفة الغربية، وقد لا تتردد في بحث ضمها كمان لإسرائيل. هتصعد القمع كمان تجاه الفلسطينيين، فلسطيني 48. وإيه اللي هيحصل في إسرائيل؟ هل هيختار الشعب الإسرائيلي حكومة يمينية متطرفة؟ خلونا نتابع ده خلال الانتخابات الإسرائيلية اللي جاية. نروح للشأن التونسي، ومن جريدة الشرق الأوسط: انتخب أعضاء البرلمان التونسي النهاردة الوزير السابق ونائب رئيس حزب نداء تونس محمد الناصر، انتخبوه رئيسا للبرلمان الجديد اللي بيستمر الولاية لمدة 5 سنين. المجلس ده هو أول برلمان منتخب في تونس من وقت الثورة اللي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 2011. جدير بالذكر كمان أن دستور تونس الجديد بيدي البرلمان ورئيس الحكومة صلاحيات واسعة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. ملامح الاستقرار بدأت تظهر في تونس ومصر بعد ثورات الربيع العربي. إيه اللي هيحصل في سوريا؟ إيه اللي هيحصل في ليبيا؟ هنعرف برضو. ده هياخدنا الموقع رويترز اللي تحدث عن مقابلة أجراها الرئيس السوري بشار الأسد النهاردة مع مجلة بيري ماتش الفرنسية، وقال فيها أنه بيتوقع أن تكون الحرب في بلاده طويلة وصعبة، وأنه مش هيجبر على ترك السلطة. ولما تسأل إذا كان رحيله عن السلطة هو الحل، شبه الأسد نفسه بقبطان سفينة وأنه مش هيهرب ويسيبها. أما حديثه عن الضربات الجوية اللي بتقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، وصفها الأسد بأنها تدخل غير مشروع وأنها لم تحدث فرقا في المعركة. وقال كمان أنه لا يمكن التكهن بموعد انتهاء الحرب مع متشددي الدولة الإسلامية وغيرهم من الخصوم، لكنه قال أنهم فشلوا في كسب تأييد الشعب السوري، وده سمح للجيش بأنه يحقق مكاسب ميدانية على حسب وصف رئيس بشار الأسد. لسه مكملين مع رويترز اللي نقلت عن مصادرها ان السعودية علقت معظم مساعدتها المالية لليمن في مؤشر واضح على عدم رضاها عن النفوذ السياسي المتنامي لمقاتلي الحوثيين الشيعة اللي بتربطهم صلات ودية بإيران. كمان أكد الخبر ان اليمن كانت بتعتمد على السعودية للمساعدة في تمويل كل حاجة من مرتبات العاملين في الحكومة لمدفوعات الرعاية الاجتماعية. برضو هل هيرحل الحوثيين قبل ما يدفع اليمن الثمن، ام هيلجأ الحوثيين لمصادر تمويل تانية؟ نخرج من الحوثيين والسعودية. السعودية يبدو انها يعني ابتدت تعمل او تحاول انها يعني تحاول انها بتدافع بما تملكه ضد عدوها الرئيسي اللي هو ايران. خلونا نخرج بس من الموضوع ده ونروح للنيويوركر اللي عمل التحقيق عن الاتفاق الجديد بين الاكراد والحكومه العراقيه. التحقيق بيتكلم عن انه بعد شهور من الصراع كان واضح ان الدوله اللي هتخرج من الانقاض اللي موجوده هناك في الحرب دي اكيد مش الدوله الاسلاميه اللي عمرها ما هيكون ليها مقعد في الأمم المتحدة، وأن التوقعات كانت كلها بتروح أن واضح أن الدولة اللي هتتكون
في الفترة اللي جاية هي دولة الأكراد، ولكن واضح برضو أنه حلم الاستقلال ده هيكون معلق في الوقت الراهن، خاصة وأن الحكومة العراقية أعلنت أنها هتقسم عوائد النفط مع الأكراد. تقرير بيستعرض تاريخ التوترات بين بغداد وبين الأكراد، بيتكلم عن إزاي أن الاتفاق الجديد ده مكسب للطرفين بعد كل الصراعات اللي فاتت، لأن الحكومة في بغداد هتتحد مع الأكراد ضد تنظيم الدولة داعش اللي بيحتل تقريبا تلت البلد، وهيكون كمان مكسب للأكراد اللي كان عندهم معاناة في الفترة اللي فاتت أنهم مش قادرين يبيعوا البترول اللي عندهم، وأن شركات البترول كانت بترفض أنها تشتريه خوفا من الحكومة العراقية، وأن ده ممكن يخلي الأكراد يرجعوا في حلم استقلالهم وما ينتصروش، وبدل ما يكونوا مستقلين بثروة نفطية مش عارفين يبيعوها مش عارفين يتصرفوا فيها. لكن الرهان حسب نيويوركر أنه حتى ولو فضل الاتفاق ده لسنوات إلا أن الأكراد هيرجعوا مرة تانية ويبقوا عايزين يحققوا حلمهم، حلم الاستقلال. واضح أن البترول وحرب النفط مسيطرة على العالم وبالتالي على الصحافة، وزي ما استعرضنا من يعني امبارح كمان في تقرير من بي بي سي عن اصرار السعوديه ان منظمه اوبك تحافظ على انتاجها الحالي عند نفس المستوى، وده عشان يتم تخفيض اسعار النفط لاسباب سياسيه اهمها هو قلقها من ايران. جايز واحنا بنقرا الخبر ده وحتى لما كنا بنستعرض التقرير امبارح نتساءل طب هي ليه السعوديه بتعمل كده؟ السعوديه بتعمل كده لانها عندها مخزون يكفيها حتى ولو خسرت في الوقت الراهن، إلا أنها هتقدر أنها تواجه عدوها أو تضغط على عدوها اللي هو إيران اللي هيخسر بشكل أكبر. غلاف ذا إيكونومست كان بيتكلم عن الموضوع ده وكان أحسن تعبير للحرب دي، وده اللي قالته برضو بيزنس إنسايدر عن الغلاف، قالت أن الغلاف بيلخص حالة الحرب بين الخليج. حسب ما قال الغلاف أو شايفين في الغلاف، الحرب بين الشيوخ وبين الشركات الأمريكية اللي يعني بتتحكم في البترول. نخرج من حرب يعني اللي ما بين إيران والسعودية، ويبدو أن كده هيكون برضو في حرب تانية خفية ما بين السعودية والولايات المتحدة أو ما بين شركات البترول في الولايات المتحدة، كمحاولة من السعودية أنها تخلي الولايات المتحدة تضغط برضو على إيران. نخرج من الموضوع ده ونروح لكوكب كوريا الشمالية اللي بيعاني سكانها من ممنوعات كتير في بلدهم حسب تقرير نيويورك تايمز، زي مثلا انهم ما يقدروش يشوفوا قنوات غير قنواتهم الحكومية، ما يقدروش انهم يسافروا بره البلد غير بإذن. أضيفت للقائمة قائمة الممنوعات اللي عندهم انهم ممنوع يسموا ولادهم على اسم زعيمهم كيم جونج أن، علشان ما يبقاش في البلد غير هو بس كيم جونج أن واحد. القرار ده خرج بمرسوم من الرئاسة كمان، حسب القرار اللي سمى الاسم ده كمان من فترة لازم يغيره، وكأنها محاولة من الزعيم انه يقول ما فيش غيري. هي مش محاولة، هو بيقول انا ما فيش غيري في البلد. بيخلينا الخبر ده خلينا نتوقف نشوف صورة الديكتاتور ازاي، صورة الديكتاتور ممكن تختلف حسب البلد، يعني ده ديكتاتور مش عايز يبقى هو بس اللي عنده اسمه الوحيد اللي بالاسم ده وهو الوحيد اللي في المكان ده، وكأنه بيحاول يعني ينصب نفسه إله عليهم، وما بين الدول التانية اللي ممكن يبقى فيها الدكتاتور لأ عايز كل الناس تسمي بأساميه وإن اسمه ينتشر، وكمان ممكن يدي عطايا ويدي مكافآت للناس اللي بتسمي باسمه. ولسه هنشوف كوريا الشمالية وكوكبها آخر الحاجات والتطورات اللي فيه هتوصل لإيه. في الفترة القليلة اللي فاتت قدم حوالي 140 مسؤول من قيادات البنك المركزي وبنوك الأهلي مصر القاهرة قدموا استقالتهم بعد تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور اللي خلى الحد الأقصى 42,000 جنيه شهريا للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والبنوك العامة. لسه في استقالات بتتزايد في الفترة اللي جاية وتساؤلات عن مصير الجهاز المصرفي بعد هجرة القيادات دي. أبرز المستقلين في الموجة أو الموجة الأخيرة كان النائب الثاني لمحافظ البنك المركزي نضال عصر، وهو مسؤول عن إدارة الاحتياطيات الدولية والعلاقات مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية.
بالإضافة لحازم حجازي رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والفروع في البنك الأهلي. كمان سهى سليمان رئيسة مجموعة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، زينب هاشم رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال، كلهم اتنقلوا للعمل في بنوك أجنبية. أسئلة ومخاوف كتير بدأت تظهر بعد الاستقالات دي، زي مثلا إيه تأثيرها على الجهاز المصرفي؟ هل القيادات الموجودة تقدر إنها تعوض القيادات اللي مشيت؟ وليه القيادات دي اللي بقالها كتير بتاخد مرتبات مرتفعة جدا، بعضها كان بيتخطى المليون جنيه شهريا كمان، ما استحملتش الدولة في الفترة الصعبة اللي بتمر بيها؟ ممكن مع الوقت الظروف تتحسن. هل كان الأفضل استثناء البنوك طيب من القانون؟ خاصة إن المبلغ اللي هيوفره مش بالضخامة اللي ممكن يؤثر في ميزانية الدولة مقارنة بالخسائر اللي ممكن يحققها، ولا العدالة بتتطلب إنه ما يكونش فيه استثناءات؟ ده اللي هنحاول إن احنا نناقشه مع ضيوفنا النهاردة، مع أستاذ محسن عبد الرازق نائب رئيس قسم الاقتصاد في المصري اليوم. مساء الخير يا أستاذ محسن. مساء الخير لحضرتك، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. وتحياتنا لحضرتك. بنشوف من الصبح الآراء المختلفة، بنشوف الرأي والرأي الآخر، حضرتك شايف إيه؟ هو في الحقيقة الموضوع يعني متداعي من فترة، مش وليد اللحظة دي. قانون تطبيق الحد، تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور منذ يعني اندلاع ثورة يناير 2011 وبدأ التفكير فيه وربطه بالحد الأدنى، وبعد كده جت حكومة الدكتور كمال الجنزوري وكان رأوا ان هو يتم بشكل 35 مثل الحد الأدنى ويخضع ليه الجهاز الإداري للدولة، ومع استثناء بعض القطاعات، كان وقتها استثناء قطاعات زي البترول زي التأمين زي البنوك كان وقتها، وبعد كده بدأوا. طيب حضرتك كرئيس القسم الاقتصادي وبتتابع، او نائب رئيس القسم الاقتصادي وبتتابع هذه الاخبار، حضرتك وجهة نظرك انه كان يطبق ولا يتم استثناء فعلا الاستثناء اللي حضرتك بتتكلم عنه لبعض القطاعات؟ انا رايي الشخصي طبعا انه هو ما كانش يبقى في استثناءات، بس طبعا يبقى كان في ضوابط اكتر. الو، انا مع حضرتك. فيما يتعلق بالتطبيق، يتم تطبيقه وربطه بالانتاجيه، وده اعتقد اللي هو كان يبقى اكثر عداله، اني انا ادي سقف او مرونه في التطبيق فيما يتعلق بحوافز لتدعيم الكفاءه والمنافسه في القطاع المصرفي المصري. زي ما حضرتك عارفه طبعا ان الفتره الاخيره شهدت الجهاز المصرفي عديد من الاستقالات بسبب التطبيق. طبعا ما اقدرش انكر ان في التزامات ماديه، لان كل ما الانسان بيزيد دخله كلما تزيد التزاماته وانفاقاته، ف يعني الحياه طبعا مش هينفع تستمر يعني ب 42,000 جنيه شهريا لناس كانت بتاخد رواتب اعلى من كده وعندها التزامات، يعني التزامات جامعات خاصه، اولاد في جامعات خاصه، ويعني طيب طيب ده يخليني برضه اسال حضرتك مدى تاثير ده على القطاع المصرفي الحكومي. لا شك ان الفترة الأخيرة حضرتك شهدت انتقال ناس كتير من البنوك الحكومية، وده يأثر على كفاءتها ومنافستها. ونرجع لفترة التسعينات اللي هو حضرتك الناس بتسيب القطاع المصرفي المصري وتسافر، تروح للخارج، تسافر تشتغل في مؤسسات أجنبية، تشتغل في بنوك خاصة واستثمارية، مش هيحقق الأرباح المطلوبة، هيأثر على الكفاءة والعمل. طب القرار ده هيوفر لخزانة الدولة قد ايه تقريبا؟ تقديرات حوالي 70 مليون جنيه فيما يتعلق بتطبيق الحد الاقصى على البنوك الحكوميه والبنك المركزي. 70 مليون بس؟ انا شايف طبعا الرقم ده يعني مش ضخم، يعني ان احنا هنخسر مقابله كتير، يعني فيما يتعلق بالارباح، ان انا طبعا هبقى عامل مستهدف، يعني مش هبقى في حوافز للناس انها تحقق سيادتك ارباح كتيره، تحقق نتائج اعمال، تجذب عملاء جديد، تعمل شغل جيد للبنوك، للمنافسه مع البنوك الاجنبيه والاستثمار الخاص. هل طيب في القطاع المصرفي الحكومي
قطاعات بديلة تقدر انها يعني تسد الفراغ اللي موجود بسبب القيادات اللي مشيت؟ المفروض ان بقى حضرتك ان يعول على التدريب بقى لقيادات الصف الاوسط والقيادات الصغيره، مزيد من التدريب والتاهيل لانها تسد فراغ للقيادات الناس اللي مشيت. واعتقد ان ده حاصل فيما يتعلق بان في صفوف من القيادات، لكن في جزئيه حضرتك لازم تاخد بالك منها ان هو تطبيق الحد الاقصى للبنوك الحكوميه بيقلل من الاسعار سيادتك بتاعت الاجور في البنوك الخاصه كمان. يعني لو عندي كذا فرصه حضرتك وفي في تنافس عليها بين الناس الراغبين للانتقال للبنوك الاجنبيه والاستثمارات الخاصه. طب يعني ده معناه انه ده برضه هيحد من ان الناس تقدر انها تمشي بسهوله. بالظبط كده. بالظبط. طيب بالزبط. انا بشكر حضرتك استاذ محسن عبد الرازق نائب رئيس القسم الاقتصادي بجريده المصري اليوم، معانا استاذ اكرم عمران رئيس قسم الاقتصاد بجريده الدستور. مساء الخير يا استاذ اكرم. طيب انا هستاذن حضرتك برضه صوتي التلفزيون عشان تعرف تسمعني احسن. الو مساء الخير. مساء الخير ازي حضرتك. القرار الصادر ويعني وهجره الموظفين من القطاع المصرفي حضرتك شايفه ازاي؟ والله انا مش هدور كتير على كلام الزميل محسن عبد الرازق اللي قاله من شويه. لكن احنا بالنسبه للتجارب والكيانات المصرفيه الموجوده هنلاقي في الخبرات المرتبطه طبعا في القيادات الحاليه اللي هي بتطالب انها تهجر القطاع العام، تمام، وتروح سواء لبنوك اجنبيه او بنوك خاصه او الى اخره. لكن احنا مش هنقدر نتخلى عن الشباب. في كيانات اوريدي موجوده، في كيانات موجوده خارج القطاع المصرفي ممكن يستعينوا بيها، تمام. وانا برضو بتفق مع الزميل محسن لما بيقول ان ده هيخفض المرتبات حتى على مستوى البنوك الاجنبيه. فالموقف ده حتى لو رجعنا سنه فاتت هنلاقيهم برضو حصل موجه من الغضب، برضو كان الحديث عن الحد الاقصى لاجور وتطبيق وما الى ذلك. فده اثر بالسلب طبعا داخل القطاعات كلها. بالتبعيه حصل ان احنا لقينا حوالي 140 قياده مصرفيه خلال الفتره اللي هي كانت مرتباتهم طيب قد ايه يعني مقارنة بانها يعني وصلت للحد الاقصى تقريبا وصلت لل 42,000؟ والله بص هي ما تتحسبش كده، هي تتحسب ان العمليات في عمليات محاسبيه معقده جدا بتتم خاصه لرؤساء مجالس الادارات واعضاء مجالس الادارات والقيادات الكبيره في البنوك. دي بتبقى عمليه حسابيه ممكن ارقام تفوق كده بكتير جدا، تمام، بارقام ضخمه يعني، تمام. لكن عشان نرجع نقول ان احنا نمسك حاجه بايدينا نقول ده بياخد الرقم ده، مش هنعرف نرجع لها او مش هنعرف نثبتها. لكن عشان دي بتكون معموله بطريقه محاسبيه معقده، تمام، من حوافز لبدلات لحضور مش عارف ايه لسفر ايه حاجات كده، تمام. في الوقت الحالي المرتبات وان كانت اقل من القطاع الخاص او البنوك الاجنبيه، لكن في ناس او في كيانات مصرفيه موجوده بالفعل ترتضي انها تشتغل بالاجور الحاليه، ما عندهاش مشاكل في كده. فاللي عايز يرحل يرحل، ده وجهه نظر شخصيه يعني. طيب في تصورك طيب انه الناس دي هل هم عندهم اكيد التزامات ويعني حياتهم كانت مترتبه على المرتبات اللي بياخدوها، هل كان مفترض ان هم خلاص يرضوا بالموقف والامر الواقع ويبقى ان هم وقفوا مع البلد ومع الازمه اللي موجوده، ولا انهم برضو يعني يروحوا المكان المناسب ليهم بشكل شخص؟ هو انا زي ما بقول لحضرتك هو الرحيل ان كان ده التوجه بتاعهم فما فيش ازمه، في بدائل، في ناس بالفعل موجوده وتتمنى انها تكون في نفس الاماكن بتاعتهم، فدي ما فيهاش ازمه. احنا عندنا كوادر مصرفيه عاليه جدا متفوقه جدا، دول الخليج كلها كوادر مصرفيه مصريه ممكن نستعين بيها، ما عندهمش مشاكل وما عندهاش ازمات. وفي اسماء واسماء كبيره جدا موجود وعندها استعداد لده. فبالتالي مش هيبقى ده معوق، اللي عايز يرحل يرحل، اتفضل. يعني عندهم استعداد ان هم ممكن الناس اللي حضرتك بتقول ان هم عندهم فرص في الخليج او ممكن يبقى عندهم استعداد ان هم ياخدوا الفرصه دي اللي ب 42,000. نعم يا فندم؟ ان هم ياخدوا فوق الوظيفه دي اللي ب 42,000 اللي هي الحد الاقصى. في كيانات في 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 بدائل موجوده وفي كيانات مصرفيه موجوده تقبل بهذه الارقام. وده كان كلام محافظ البنك المركزي في بدايه الحديث عن الحد الاقصى للاجور، ده مش كلامي، تمام، ده كلام
المحافظ نفسه، والمحافظ ما كانش بيتكلم بكده من فراغ، لكن هو كان دارس الموضوع كويس جدا وكان عارف هو اتكلم مع مين وهو تشاور مع مين في هذا الامر. انا بشكر حضرتك استاذ اكرم عمران رئيس قسم الاقتصاد بجريده الدستور، يعني موضوع هنشوف اصداؤه كمان في المرحله اللي جايه، ومش بس في القطاع المصرفي، يعني وان كان القطاع المصرفي طبعا هو من اهم القطاعات، هنشوف اصداء هذا الموضوع. دي كانت جولتنا في الصحافه النهارده، تصبحوا على خير، بكره جوله جديده.